عليكم، كيف أحوالكم؟ إن شاء الله أنتم بخير خالتي خياتي. والله شفت منشور هذا قال لك إفطار جماعي في العاصمة البارح، يعني أثار فضولي هذا المنشور وهذا الإفطار الجماعي، وهذا خلاني أطرح عديد من الأسئلة. ولكن قبل هذا إخواني نشوفوا الفيديو بتاع الإفطار الجماعي ثم نعلق. تابعوا. ركزوا معي. والله يا إخواني أخواتي، دوك واحد حب يطرح أسئلة عديدة، يعني هل الإفطار الجماعي هل هذا كان مشرع في الإسلام؟ يعني هل هو حلال أم حرام؟ يعني المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يديروا هذا الإفطار الجماعي، ياك هذا الإفطار الجماعي كانوا يديروه للناس تاع الفقراء وللناس تاع السبيل، صح، رجال 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 مع رجال والنساء مع النساء. لكن هنا راك تشوفوا دايرين لك إفطار جماعي وعاطين له صبغة دينية، ودايرين عائلات مختلطة نساء ورجال في الطابلة واحدة، وراكم تعرفوا الاختلاط هذا واش يجيب معاه. يجوا الناس المتحرشين، الناس تاع التحرش، تبعوا النساء أو غير ذلك، يعني تولي محرمات في الاختلاط هذا. سي نورمال تكون لي محرمات، غض الأبصار، تولي الناس تزر يعني في أمور محرمة. يعني واحد نهار كامل هو صايم ويختم الصيام، يعني يفطر يعني على المحرم. أولا قبل كل شيء السؤال الذي يطرح، يعني هذه العادة منين جات؟ يعني ليس من عادتنا احنا كالجزائريين، ليس من عادتنا احنا لما نفطروا الناس، يعني نفطروا الرجال وحدهم والنساء وحدهم وهكذا. لكن هذا الاختلاط مفهمناش شكون جابه، ولكن هي بدات في تركيا. تركيا راك عارف تركيا هي رمز الاسلام العلماني، الاسلام العلماني يعني الصوفي العلماني اللي بعيد كل البعد عن الاسلام الحقيقي، اللي راهم يشرعوا الاسلام، يعني دايرين الاسلام على طريقة علمانية، دايرين لك عائلات ومختلطين بالاجانب وغير ذلك، وافطار جماعي وغير ذلك. وزيادة على ذلك راهم يجوا حتى الاجانب، يعني راهم يجوا حتى الأجانب، يعني راهم يفطروا هاش نواه أفارقة هل كذا. يعني هذا الأمر فيه خطورة صراحة، هذا الأمر عنده سلبيات كثيرة، من بين السلبيات اختلاط، تحرشات، يعني عندهم يعني تولي النظرة المحرمة وغير ذلك. زيادة على ذلك تعويد الأسر الجزائرية على تقبل الأجنبي يكون بيناتهم، تقبل الأجانب بيناتهم ضمن مبدأ بطريقة غير مباشرة، تبدأ العصرنة والتطور وغير ذلك. يعني صراحة يعني هذا الأمر يعني غريب صراحة، هذا اللي في إفطار جماعي صاحب هذه الفكرة صراحة إنسان خبيث، يعني هذا اللي صنع هذه الفكرة واللي اخترعها إنسان خبيث وغرضه خبيث، غرضه هو نشر الإسلام العلماني. كش ما كان يقول لك العصرنة والتطور وغير ذلك. حبيت نزيد حاجة برك إخواني أخواتي، كان الناس اللي يطلع معاك يقول لك في الحج وعلاه مختلطين، احنا على ما نختلطوش هنا إخواني في الحج. الحج هو مكان للعبادة، والناس كي تروح للعبادة. حتى في الحج يصراو مشاكل، وكانت الناس يعني كانت
يعني في الحج يزيد هؤلاء أصناف من الناس اللي يحبوا الاختلاط والتحرش وغير ذلك، ولكن يحاربون بصرامة لأنه مكان عبادة ويحاربون بصرامة بالقانون ويعاقبوا. يعني فما بالك مكان اختلاط، تدي العائلة تاعك، مرتك وبناتك، يشوفوا فيهم الناس الأجانب يعني، ويشوفوا فيهم الناس أجانب عليك. وحتى طريقة يعني ما تولي الناس، كاين الناس اللي عنده نفسية خبيثة، كاين اللي يراقب الناس كيف ياكلوا، كاين الناس اللي يتمسخر يستهزئ بالناس آخرين، يعني فيها بزاف صوالح. هذا إنسان راح يفطر في داره، يعني الدار واش بيها يعني، خلي دارك وتدي عائلة وأسرة تاعك يفطروا برا. يعني ها عندك عائلة تاعك في داركم يعني يفطروا يعني، وكل شيء بالستر خير أفضل. أنت خارج ودي العائلة تاعك وتبينهم وديرهم فرجة للناس يتفرجوا فيهم ويعني ويشوفوا فيهم. والله يا عيب عار يعني أشبه رجال صراحة. هذه مبادرة تعلم الدياثة، تعلم الدياثة وتعلم الشعوب على تقبل بالأجانب، يعني تقبل بالأجنبي. وصراحة اللي دار هذا المبادرة صراحة نواياه مش طبيعية، نواياه ليست جيدة. يعني السؤال الذي يطرح، ما الهدف كراك دير مبادرة كما هذا؟ شنو الهدف تاعكم؟ يعني إفطار جماعي وعائلات مختلطة مع بعضها بعض، يعني النساء ورجال، يعني واش من المبادرة؟ يعني واش من الهدف؟ يعني السؤال يبقى مطروح. هذا ما عندي، السلام عليكم. يعني أعجبتني هذا المنشور تاع باب الواد، قال لك وليد العاصمة الأصلي يفطر في دارهم مع عائلة تاعو، أو باللي كان هذو بني هجرس والله ما نعرفوهم. الإفطار الجماعي يندار لعابر السبيل أو للناس اللي باتوا برا أو المحتاجين، ماشي للصنف هذا اللي راهو في الصورة. صحيح والله ما فهمنا والو. يعني شكون صاحب المبادرة هذه؟ شكون هذو الأشخاص هذو اللي راهم يفطروا فطار جماعي؟ أنا أقولها صراحة، حوسي يكسروا الحرمة، يحاربوا الدين بالدين، حوسي يبدلوا الدين العلماني بالدين تاعنا اللي رانا نشأنا عليه. يعني صراحة مشكور على الشيء اللي يقول فيه، ولكن يجب علينا الوعي، توعية شعبنا بأن هذا الشيء ماهوش من الدين، يعني حاجة اللي ماهيش من الدين وفيها أضرار غير ما كان الله يديروها. سلام.